مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. النهارده حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا كسر الحواجز، يوم الاحد الموافق 8/12/2019. مش عايزه اطول في المقدمه بتاعتي النهارده، لان بصراحه محتاجه استغل كل ثانيه تعدي علينا في الساعه اللي هنكون مع بعض فيها. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة مش أول مرة أتكلم فيها أو عنها في برنامجي. إحنا أول حلقة من سيزون برنامج كسر الحواجز اتكلمنا عن نفس الظاهرة، وهي ظاهرة الانتحار اللي يعني بقت كل يوم بتزيد عن اللي قبله. وأنا كنت قبل كده برضو نوهت إن مش حلقة واحدة بس تكفي، إن إحنا ممكن نتكلم عن هذه الظاهرة. أي شيء بيمس الإنسان هو شيء هام جدا، أي شيء بيمس حالته النفسية وحالته العصبية وصحته العقلية والنفسية والتوافق ما بينه وما بين المجتمع، ده شيء مهم جدا. ليه؟ لأن ده ناتج عنه دوره، سواء هيكون إيجابي أو سلبي تجاه نفسه وتجاه المجتمع. عنوان حلقة النهاردة هيكون لماذا ينتحرون وأين الحل؟ من المنطلق ده احنا هيكون معانا ضيوفنا الكرام، دكتور احمد خيري حافظ استاذ بكليه الاداب علم نفس جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي، شرفتنا ونورتنا. وهيكون معانا برضو بعد الفاصل ان شاء الله النائبه نشوى الديب من مجلس النواب، علشان نقدر نكون لمينا شويه جوانب يعني اسباب هذه الظاهره، ولكن انا عايزه اركز النهارده اكتر على حلها. فنتمنى نكون قد هذا الموضوع، وان احنا نقدم فعلا حلول جذريه من خلال حتى ولو مجرد مقترحات ونصائح، سواء المؤسسات الدوله تاخذ بها او المواطن اللي بيشوفنا وبيشاهدنا دلوقتي. من العنوان اللي انا اقتبسته من كتابات حضرتك يا دكتور، لماذا ينتحرون واين الحل؟ فكلمنا كده ليه بيحصل الانتحار وايه هو أسباب؟ لا يعني نقترب من ظاهرة الانتحار من قريب او بعيد الا ونبحث عن المورد للانتحار. تمام. والجهة الموردة للانتحار بشكل عام هو الاكتئاب. الاكتئاب مرض نفسي عقلي، مرض ينتشر، مرض كبير، مرض قديم وحديث في نفس الوقت. تمام. مرض موجود في كل، أو اضطراب موجود في كل المجتمعات، لدرجة أنه لا تختلف الدول المتقدمة عن الدول النامية في الإصابة باضطراب الاكتئاب. صحيح. لأنها نسب متقاربة. الخلاف الوحيد بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة هي في الخدمات النفسية التي تقدم للمكتئب. مزبوط. أريد أن أشير إلى عدة قضايا هامة متصلة بالاكتئاب والانتحار. الانتحار هو الخطوة الأخيرة في الاضطراب الاكتئاب. يعني جدا. عندما يكتئب الإنسان وتضيق به الدنيا ولا يجد مفر، في النهاية يفضل أن ينتهي إلى الانتحار. والحقيقة الاكتئاب في معناه الحقيقي هو توجه نحو الموت أو رغبة في الموت، حتى أثناء يعني الحياة اللي مكتوبة لي، لكنها حياة أشبه بالموت. لأنه لما تشوفي أعراض الاكتئاب الحقيقية، الجوهر الأساسي في الاكتئاب فقدان الرغبة في الحياة. صحيح صحيح. فقدان الرغبة في الحياة معناها إيه؟ معناها لا حروح العمل ولا حمارس حياتي الاجتماعية ولا حأنجز في حياتي، وغدا يعني أبقى محبوس في مكان ضيق. بتموت مع الموتيفيشنز يا دكتور، أو الدوافع للحياة. الدافعية تبقى منخفضة للغاية. والغريب إن النظريات اللي حاولت تفسر هذا الأمر اختلفت. تمام. نظريات البيولوجية قال والله ده نقص في السيروتينين والدوبامين. تمام. النظريات تاني قال زي التحليل النفسي، قالت لا ده اضطراب العلاقة بالأم في مرحلة الطفولة المبكرة. نظرية تالتة قالت لا دي تشويهات معرفية وافكار غير عقلانيه. نظريه رابعه قالت دي عادات خاطئه. يعني بالبلدي كده تعددت الاسباب، ولكن الانتحار واحد او الموت واحد في الاخر. والحقيقه
ما أقسى أن ينتحر الإنسان. تمام. والانتحار رسالة ليست على مستوى الفرد وإنما على مستوى الجماعة أيضا. صحيح. عندما ينتحر من بيننا شخص علينا أن نلتفت ونفكر لماذا ينتحرون. تمام. وعنوانك هذا العنوان الجميل لماذا ينتحرون قضية يعني يتوقف عليها أيضا لماذا نحزن ولماذا نفكر في الموت ولماذا لا نمضي في حياة سعيدة مليئة بالبهجة والحيوية والدافعية وتحقيق الآمال. تمام. انطلاقا من جملة حضرتك لماذا نحزن؟ نعم. يعني أنا عايزة يعني أسمع من حضرتك، هل هناك فرق ما بين الحزن أو الشعور بالحزن وما بين الدخول في مرحلة الاكتئاب؟ إيه الفرق وإيه اللي بيوصل من الحزن إلى الاكتئاب؟ الحقيقة الاكتئاب ليس نوع واحد. الاكتئاب أنواع كثيرة جدا، والبعض يختلط عليه الأمر فيراه أنه حاجة واحدة بس. تمام. الاكتئاب أولا الحزن ظاهرة طبيعية، ولا يوجد إنسان على ظهر الأرض إلا ويمر بأوقات حزينة. صحيح. بنفقد شيء، بنزعل من شيء، بيخذلنا إنسان، بنصاب بإحباط، لكن قيمة الحزن زي ما الأدلة التشخيصية أنه لا يجب أن يتجاوز أسبوعين. تمام. أسبوعين كده نزعل براحتنا ونحزن على ندي الحزن حقه. وندي الحزن حقه. ونزار قباني لي قصيدة جميلة كده، من أين جاء الحزن يا حبيبتي وكيف جاء، لأن الحزن بيعطل العلاقات الإنسانية. تمام. لكن الإنسان دائما قادر على تجاوز الحزن. الاكتئاب بقى أنواع، في اكتئاب اسمه الاكتئاب استجابي، يستجيب الإنسان لموقف يعني بالضرورة لابد أن يكتئب فيه. في اكتئاب عصابي، في اكتئاب ذهاني. صحيح. في درجات. من الحاجات اللطيفة جدا ما يسمى بالباي بولر أو الاضطراب ثنائي القطب. يكتئب فترة ويهيص فترة. صحيح. تاني. صحيح. ويعيش المرحلتين كده المتناقضتين دول بكل ما فيها من عجب وتغيرات. صحيح يا دكتور. فالاكتئاب أنواع. بالضبط. أنا يعني ما أشاهده خلال الفترة، أو خلينا مثلا نتكلم عن السنة 2019 يعني على مدار السنة، لو هنعمل كده مجرد observation يعني مجرد ملاحظة ومسح عشوائي. نعم. فبنشوف الحالات اللي بتيجي، لان طبعا ما فيش احصاء اكوريت او دقيق. نعم. في ان احنا نقدر دقيقة. وده للاسف دي مشكله هنتطرق ليها مع حضرتك فيما بعد. بنلاقي ان في حالات وافراد مش بالضروره بيكون عندهم اكتئاب. نعم. يعني مش بالضروره احنا بيكون بيقول لك ده كان حد كويس ما كانش فيه مشكله وكان محب للحياه والى اخره، ولكن بياخذ قرار الانتحار لموقف حدث. نعم. مجرد موقف يكون حدث، مثلا لو احنا بنتكلم من منطلق اسم برنامجنا كسر الحواجز، ولا حياء في العلم ولا حياء في الدين. نعم. عن البنات مثلا اللي بتقع فريسة او بتقع في الخطأ مع شاب او ما الى ذلك من وراء اهلها او كده، ففي لحظة بتاخد قرار الانتحار. فعايزين نعرف ده نحصنه ازاي. يعني هو دلوقتي خلاص هو ما دخلش على اعراض اكتئاب ولا للاكتئاب الذهاني الذي يؤدي الى مرحلة قرار الانتحار. وبس للأمانة المجتمع العربي مجتمع بطبيعته محصن بالدين. تمام. لأن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق في الدين دافع قوي أن نحافظ على الحياة. لكن الضغوط النفسية والاجتماعية التي لا تحتمل، البعض منها يتجه إلى الهروب منها. صحيح. والهروب في صورة انتحار. عايزة حضرتك تركز لي بقى على نظرة المجتمع، يعني نظرة المجتمع اللي بيوصل الشخص لجلد الذات الرهيب لو عمل فعلا مشكلة أو عمل غلطة وأخطاء قد تشين عادات وتقاليد المجتمع. لا، ده أكثر مما تشير إليه أن المنتحر يأتي من بيئة مهيئة للانتحار. تمام. ودي مسألة في غاية الخطورة. يعني عندما يكون هناك أحد أفراد الأسرة فشل أو يعني مر بأزمة أو ما إلى ذلك، فندينه جميعا وننظر بالزبط. إليه باحتقار والمعايرة وما إلى ذلك، ونشوه صورته رايحين جايين.
لا مفر إلا أنه يفكر في الانتحار. صحيح. فالبيئة بتلعب دور كبير في إلى أي مدى ممكن أن يكون التفكير الانتحاري تفكير قابل للتنفيذ. يعني خلينا يعني ندق ناقوس الخطر من خلال الحلقة بتاعتنا النهاردة وتواجد حضرتك معايا، تقول إيه فعلا للأسرة وللأهل والمحيطين بأي إنسان ممكن يقع فريسة أنه يدخل في حزن شديد أو أنه يجلد ذاته لحد ما يوصل لقرار الانتحار؟ المجتمع الذي لا يعني يشغله سوى عقاب الآخر والضغط عليه وإدانته وجلد الذات وغيرها مجتمع يجب أن يتغير تغير جذري. صحيح. لأن المجتمع يجب أن يكون مجتمع متفائل. تمام. دافع للمستقبل مشرق، يعني كل ما فيه يؤدي إلى أنه بكرة أحسن من النهاردة، ويفترض نشد بعضنا البعض يعني للأفضل. نعم. والأحسن. والمساندة الاجتماعية والتسامح من القضايا الرئيسية في القضاء على الانتحار. تمام. يعني لا تجد إنسان يجد سند من أسرته ومن مجتمعه يمكن أن يفكر ولو للحظة في الانتحار. صحيح يا دكتور. إنما اليائسون هم الذين يفكرون في الانتحار. طيب أنا هنطلق من كلام حضرتك بأن إحنا مجتمع يحصن نفسه بالتقرب إلى الله والدين، فمعنا مداخلة مع الداعية المعاصر أحمد صابر. أهلا وسهلا بحضرتك. ألو. ألو. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم بحضرتك وأسرة القناة والمشاهدين في مصر والعالم. نورتنا يا مولانا. كان لحضرتك سابقة كنت معانا ضيف، وكنت الحقيقة يعني كلام حضرتك بيدعو للتفاؤل، وده اللي احنا محتاجينه في الحلقة النهاردة. احنا الحلقة عن ظاهرة الانتحار، فعايزين حضرتك بس أول حاجة أنا عايز أسأل حضرتك فيها، الانتحار الذي ليس له أسباب مرضية، لأن احنا نعلم أن المريض ليس على المريض حرج، الانتحار الذي ليس له أي أسباب مرضية، هل محرم أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والسلام. بداية ونيابة عن شعب مصر وجيشها العظيم، تحية من عند الله مباركة طيبة إلى أرواح شهدائنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا، كما أحيي حضرتك الدكتورة أميرة وأسرة قناة الصحة والجمال ومشاهديها في مصر والعالم. أشكرك. الانتحار من وجهة نظري هي ظاهرة عالمية لها عوامل وخيمة سابقا وحاضرا وربما مستقبلا، هي لها علاقة مباشرة بالعوامل النفسية والاجتماعية والإيمانية. تمام. ففي الإسلام والمسيحية مثلا لم يقتل المسيح نفسه. تمام. مما لقاه من أعداء النجاح. صحيح. ولكن هم الذين اضطهدوه وأرادوا قتله، وكذلك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولكنهم كانوا يحافظون على بنيان الله والرسالة، ويهاجرون من أوطانهم ومن من مكان إلى آخر. ولكن هل كانوا خائفين من الموت؟ هل هم كانوا يبحثون عن الحياة؟ أبدا. هل هذا كان ضعف منهم؟ لا، كلا، ولكنهم كانوا يخافون على الرسالة. صحيح. وعلى بنيان الله، لأن الحفاظ على الروح التي هي سر من أسرار الله تبارك وتعالى، وأمانة الله التي هي الجسد الذي هو بنيان الله، فملعون ملعون أيا كان من هدمه. لهذا كانت الصحابة ينظرون إلى الكعبة ويقولون إن الله عظمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، بل إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله قتل إنسان، وإلا فكيف كنا نفسر قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. وفي الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل نفسه من شدة الألم وهو يجاهد في سبيل الله، قال إنه في النار. وهكذا. ومن ثم الانتحار بكل أشكاله وأنواعه حرام شرعا. الإنسان هو ليس ملكا لنفسه، بل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومن ثم من يقوم بهذه
الأشياء وهذه الأعمال فهو ليس بمؤمن، لأن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكان في كل وقت المؤمنة وفي كل حين مسلمة. طيب. والمسلم هو من سلم ونفسه من لسانه ويده. إذن الذين يقبلون على الانتحار هم ليس بعقلاء، ولا حتى يعني عندهم قدر قليل من العقل الذي هو يعني 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 العقل الذي ميز الله به الانسان وجعله خليفته في ارضه. هل يسمى الشيخ يعني يحق ان نقول انهم ليس لديهم قدر قليل من الايمان اكثر من العقل؟ يعني لابد ان يكون هناك ايمان اكثر من ذلك. يعني حدثنا عن الصبر، وحدثنا عن كيف ان طبعا كل الناس بتمر بضغوط حياتيه رهيبه جدا، فحدثنا من منطلق الدين كيف يستمر الإنسان في هذه الضغوط ويتحلى بالصبر؟ أولا هذه القضية حسمها القرآن الكريم في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو الشقاء والتعب. والشقاء والتعب هو الحلو الذي في الدنيا. تمام. يعني مثلا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عانى الكثير والكثير والكثير في مكة أو في المدينة، قالوا شاعر وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كافر وقالوا كاهن، وكذلك قالوا على المسيح عليه السلام، وكذلك قالوا على مريم. صحيح. وهكذا. فإن لم يكن الإنسان مؤمن بقضاء الله وقدره سوف يلعب به الشيطان ويلعب به أعداء النجاح كما يلعب اللاعب بالكرة على أرض الملعب. وهنا يستهوي عليه العقل اللاواعي، لأن الذي يقبل على الانتحار هو إنسان يعني خالي من الإنسانية، خالي من الأدمية، خالي من العقلانية. ولذلك قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ونعم بالله يا شيخ أحمد، أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة الرائعة، وأتمنى فعلا أن كل المشاهدين اللي سمعوا حضرتك يعني لو في بصيص من الأمل أن يشوفوا الدنيا بعين البهجة أكتر وبالتفاؤل أكتر من ذلك، فيعني جزاك الله كل خير. شكرا. يعني احنا اتكلمنا مع الشيخ في ان يعني لو حتى في هناك التحلي بالصبر، او ان الانسان يكون عنده عزيمه في حاجه زي كده. زميلي تمام، في تعليق على ما اثاره شيخنا طبعاً العزيز، وهو يعني من المنظور الديني، لكن هناك جوانب اجتماعيه علينا ان نلتفت اليها. صحيح. يعني وصمة الكفر لمن ينتحر أعتقد أن دار الإفتاء تركتها لله، وأنه لا يجب أن نحكم على من يقوم بالانتحار، لأن لكل حالة ظروفها ولها ما لها وعليها ما عليها. إنما على المجتمع أن ينظر إلى الأسباب الحقيقية التي تدفع الإنسان للانتحار، ثم نسعى لعلاج المشكلات والعوائق والضغوط بحيث الناس تعيش في راحة. تمام. وفي استرخاء. اللي أريد أن أشير إليه أيضا أنه ساعات الانتحار وفي بعض البلاد الشهيرة والمتقدمة يكون نتيجة أن كل الحاجات التي يحتاجها الإنسان قد وصل إليها، ولم يعد له أهداف بعد عشان يصل إليها، فيجد أن الحياة لا معنى لها وينتحر. وأريد أن أشير إلى قصة يمكن كانت في الستينات، روائي أمريكي شهير اسمه شتاينبك. هذا الرجل من أعظم الرواة الأمريكيين، أديب أمريكي عظيم، وأعتقد أنه حاصل على جائزة نوبل. تمام. وكان يعني محارب في أسبانيا وله يعني تاريخ نضالي، وفي الآخر انتحر ولم يكن ينقص مال ولا شهرة ولا
عز ولا شيء من هذا تحليل القبيل. حضرتك النفسي يا دكتور لهذه الحالة تحديدا، يعني أنه يصل لأعلى درجات النجاح وأعلى درجات العلم. لأنه إحنا لدينا في علم النفس صدمة اسمها صدمة النجاح. تمام. أن بعض الناس لا تستطيع تحمل ما تصل إليه من نجاح. إذن ننطلق من حضرتك بتقوله أن يعني نتحدث شوية عن الجهاز النفسي لكل إنسان. يعني حضرتك عارف أن في فروق فردية ما بين البشر جميعا، ففي جهاز نفسي ضعيف وجهاز نفسي قوي. كيف أو آلية أن أنا أخلي جهازي النفسي قوي لدرجة أن أنا أتحمل الصدمات وأن أنا ممكن أجتاز المشكلات بدون ما أفكر في الاكتئاب أو الانتحار؟ محتاجين نبص شوية بعين متأملة لأساليب التنشئة الاجتماعية في المجتمع. أولا وأخيرا طبعا أساليب التنشئة الاجتماعية بتلعب دور كبير في أن يخرج الطفل سليما معافى صحيا نفسيا. تمام. أو يخرج مضطرب وما إلى ذلك. تمام. إحنا عايزين نعرف المشاهدين وأي أب وأي أم بيشوفونا دلوقتي، يعني الكلام ده كلام مهم جدا. يعني لو هنبسطها بالبلدي كده، أنتوا اللي بتحطوا الخرسانة اللي عليها العمارة تطلع إما تكون قوية وإما تكون قابلة للهدم. تفضل يا دكتور. فالطفل صناعة بيئية، صناعة أسرية. الأسرة هي اللي بتصنعه. يا ترى صناعة جيدة ولا صناعة ضعيفة ومهزوزة ومشوهة؟ نمرة اتنين، إنه الاكتئاب والحزن يعدي من الآخرين. العدوى الاكتئاب. يعني تخيلي لو أم مكتئبة، ماذا يمكن أن نتوقع من أطفالها؟ صحيح. لو بيت ما فيش البهجة المصرية اللي اتكلم عنها نجيب محفوظ كده، الأسرة مرحة وبتنطلق وبتجتمع على مناسبات سعيدة وفيه يعني حالة من النشوة والسعادة، أين هذا الآن من الأسر اللي تحولت إلى حجرات مغلقة وكل واحد ماسك الموبايل بتاعه ويعني قاطع الصلة بالآخرين؟ تمام. فهذه صور يعني داعية لمزيد من الوحدة والعزلة الاجتماعية. ومن أهم أعراض الاكتئاب العزلة والانطواء والشعور بالذنب والشعور بعدم الفاعلية والسقوط في وحدة قاتلة لا يجد من يسند فيها. ولذلك نقول عندما تضيق بك الدنيا ابحث عن آخر تستند إليه وتحاوره وتأخذ منه وتعطيه. فيعني الآخر هو يا إما أن يكون جحيم. صحيح. أو أن يكون يعني مصدر السعادة للإنسان. صحيح يا دكتور. طيب يعني أنا ملاحظة حاجة برضو في مجتمعنا، وللأسف الشديد إحنا بنوصل لمرحلة لما تحدث الكارثة. نعم. يعني أول ما بتحصل كوارث كتير كتير فنقول إيه ده، إحنا في خطر، على الرغم من العلم اللي إحنا تعلمناه بيقول إن في هناك قرون استشعار لأن نعم. ممكن يعني عوامل معينة وأسباب معينة قد تؤدي لهذه الكوارث، سواء على المستوى الأمراض النفسية أو القضايا الاجتماعية الكبيرة. ليه يعني ليه مش من زمان أو يعني من فترة بعيدة ابتدينا نوعي الناس بخطورة المرض النفسي ونوعي الناس بخطورة الفراغ اللي ممكن يملى حياتهم، وإن هما ما بيكونوش سدين الفراغ بأي شيء إيجابي أو مفيد؟ يعني ليه ما عملناش ده من قبل كده؟ هو الحقيقة هناك تقصير، وعلماء النفس والتربية والاجتماع مقصرين في أشياء كثيرة. تمام. أنا فاكر كتبت مقال من فترة سميته الصيانة النفسية. إحنا بنهتم لما حاجة تتكسر في البيت نعمل لها صيانة. صحيح. طيب النفس لما تتكسر مش محتاجة صيانة؟ ودعيت إلى ما يسمى بأجهزة الصيانة النفسية في المجتمع. تمام. الأمر الثاني، عندنا علمين في غاية الأهمية في علم النفس لم يستخدموا بعد. علم اسمه الوقاية، علم النفس الوقائي طبعا. وعلم نفس الاستباقي. صحيح. نحن نستبق الظواهر قبل حدوثها. لازلنا العلمين دول لا يدرسوا. تقصير من المتخصصين يا دكتور ولا من الدولة أيضا أو من المؤسسات؟ لا، من المتخصصين، لأنه في النهاية الدولة بتاخد العلم. يعني على سبيل المثال الدولة الآن في مرحلة يعني تستحق أن تشكر عليها بالنسبة للشباب.
تهتم جدا بالشباب وبمشكلاته، وزي ما احنا شايفين كل شوية في مؤتمر للشباب وفي دافعية الأمل، وبنشوف قيادات شابة بتتصدر الآن صورة المجتمع. كل هذه صور إيجابية ويعني تدعو إلى التفاؤل. هي يعني أنا مع حضرتك إن هي خطوات إيجابية وتدعو إلى التفاؤل، ولكن لو قياسا، يعني إحنا تعلمنا دايما إن الكم إحنا بنحوله للكيف، يعني لو قياسا في إن خلال الخمس سنوات فإن هناك فعلا، وكان هناك عام خاص بعام الشباب أطلق عليه عام الشباب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤتمرات اللي بتحصل، ولكن هي ما وصلتش لدرجة العموم اللي إحنا محتاجينه، يعني ما وصلتش لهذه الدرجة، فدايما الريت بيكون بطيء يا دكتور. يعني أنا عايزة بس الريتم بطيء، وأن الرسالة دائما تأتي من أعلى ولا يستوعبها الأدنى. صحيح، يعني دي بالزبط. قضية في غاية الخطورة. في غاية الخطورة. أنا هقف مع حضرتك عند القضية دي تحديدا. هنطلع فاصل قصير وانتظرونا، راجعين لكم بسرعة. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وانضمت إلينا ضيفتنا الثانية النائبة نشوى الديب، نائبة في مجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتينا أستاذة نشوى. معذرة الطريق هو اللي أخذ. لا لا أبدا، مهم حضرتك وصلتي بالسلامة. الله يسلمك. يعني الحقيقة إحنا كنا قبل ما حضرتك نطلع الفاصل ونستقبل حضرتك كنا بنتكلم مع دكتور أحمد عن العوامل والأسباب اللي بتؤدي للانتحار. فيعني خلينا واقعيين شويه. هناك مراحل بيمر بيها الانسان، وتحديدا فئه الشباب، من مراحل الاكتئاب او الاحباطات او ما الى ذلك. يعني بحكم حضرتك نائبه في مجلس الشعب، فاكيد احتكاك حضرتك في الشارع بيكون كتير، ده على مستوى العام، وعلى المستوى الخاص نحن نعلم جيدا ان معالي النائبه نشوى الديب فعلا هي دائما وابدا على ارض الشارع وبتحتك خاصه بفئه الشباب، فحدثينا عن حالتهم اولا، يعني ادينا كده يعني سيرفي عن الموضوع الاول. اوكي، بس عايزه اطمنك شويه ان اكتر النسبه العالميه بتقول ان المنتحرين من السن الاكبر، ان هم الناس الكبيره اكتر من السن الشباب بالفعل، يعني ان تقريبا بيمثلوا 50% طبقا لتقرير الصحه العالميه. تمام. الشباب في الحقيقة في الفترة في السنوات الماضية من بعد 25 يناير في الحقيقة في شيء من الإحباط عندهم. تمام. ربما لأن الكل كان حلمه واسع قوي قوي قوي، وكأنما القائمين هيبقى في إيديهم العصا السحرية، فكل شيء فجأة هيبقى جميل. هنلاقي شغل، هنلاقي مسكن، وهنتجوز، وهنروح وهنيجي، وأحلامنا كلها هتبقى موجودة ومحققة. تمام. لما كان في شفافية من الدولة حقيقية بتقول لا يا جماعة احنا في قدامنا عقبات كذا وكذا، واحنا هنقسى على نفسنا شوية ونتحمل شويتين علشان نقدر نخرج من عنق الزجاج. بالفعل بدأت الدولة تعمل ده، بس في نفس الوقت ما كانش في الحقن بجد بالأمل، اللي هو التحسين النفسي يا دكتور اللي حضرتك كنت بتكلم بالأمل لدى خاصة فئة الشباب. تمام. اللي هي شعرت انها اتناست شوية، انسحبت شوية، حتى مع كل الاعمال الجليلة اللي بتتعمل، مثلا زي مؤتمر صحيح. الشباب اللي النائبة كنت هقول لحضرتك يعني الدكتور احمد كان بيشير في ان هناك فعلا خطوات ايجابية حدثت، ومنها طبعا مؤتمر الشباب، ولكن يعني انا ودكتور احمد نرى ان لم يصل للقاعدة العريضة من الشباب حتى الان. هو كان لازم يعني لما يكون في تخطيط فوق لازم ينزل القاعدة، بمعنى ان الرئيس بيعمل هذا الحوار، ليه المحافظين والمحافظات ما عملتش ده؟ تمام. ليه الاحياء ما عملتش ده؟ ليه المجتمع المدني ما حاولش بالفعل يعمل حالة حوار مجتمعية في الشارع المصري؟ ليه ما حاولش يستغل هذه الانبهار الشديد البهر العالم كله في ثوراتنا، وشاف شاب متحمس ومستعدين يعملوا اي حاجه ويكنسوا الشوارع، يزرعوا ويعملوا كل شيء، طب احنا ليه ما قدرناش بالفعل نستغل
كل هذه الطاقات. ليه حبسنا الطاقة تاني وبعد ما خرجت حبسناها وزنقناها وتحولت إلى طاقة سلبية بدل ما هي طاقة إيجابية تبني معايا وغيرها؟ طيب أنا هرجع لحضرتك في موضوع الطاقة السلبية، بس أخد المداخلة بقاله كتير معانا أستاذ حسام. أهلا وسهلا. أهلا بك. اتفضل يا فندم، أنا مع حضرتك. يعني يا حضرتك، اولا احب اشكر دكتور احمد على الكلام العلمي جدا اللي هو قاله، وقالوا حضرتك في جزئيه صغيره في دخول الدعايه في الموضوع ان حضرتك بتعالجي الموضوع بنفس الفكره القديمه اللي عندنا كلنا. تمام. مفيش استيعاب لدرجه ان الموضوع مرض اكتر ما منه دعوه ان انا اجيب شيخ ويتكلم. سياده النائبه برضو بدات بتتكلم باسلوب لذيذ جدا عن شباب وعن طاقات محضوره النهارده ومش واخده حقها. تمام. طيب جميل، عشان حضرتك بتناقشي ظاهرة في فترة معينة مش فترة زمنية، غير طبعا ما الدكتور اقدر ان هو يطلع الموضوع بطريقة علمية جدا جدا، وياريت ان الدكتور يبدأ ان هو يكون برضو صاحب الافكار اللي تبدأ معانا في التغيير. صحيح. حضرتك فيه اولا في حاجة اسمها اكتئاب، زي ما الدكتور قالك اكتئاب انواع، في الاكتئاب الموسمي اللي هو بادئ في الفترة دي. تمام. جميل. مع ظروف اقتصادية صعبة على البلد بصفة عامة. جميل. على الشباب بصفة خاصة طبعا، غصبا عننا طبعا مع الحال العام، فبالتالي الموضوع بيزيد من في لود عمال بيزيد علينا، في لود عمال بيزيد. تمام. يعني الفرق برضو بالنسبة لنا كشباب ان في حد بيقدر يتخطى، في حد فكره بيقدر ان هو يمر بالأزمة، وفي حد بيقف عندها تفكير زائد، جلد ذات، مفاهيم غلط، طرق حل غلط. احنا عندنا مجموعة من المفاهيم كتيرة قوي قوي احنا افتقدناها. الافتقاد ده هي انا بعتبرها صراع اجيال، احنا ما بين الجيل القديم وما بين الجيل الجديد، ما بين التكنولوجيا الرهيبة وما بين الابيض. انت عندك كم سنة يا استاذ حسام؟ عندك كم سنة؟ 33 سنة. تمام. اتفضل. اكمل؟ اتفضل طبعا. تمام. فاولا مثلا هنتكلموا هنقوله مثلا مفاهيم خاطئه زي مفهوم السعاده مثلا اللي الناس كلها بتدور عليه. صحيح. لا، المفهوم ده النهارده احنا بندوره عليه بطريقه غلط. الدنيا يا جماعه هي شقاء وتعب، يعني ربنا قال لنا ان هي شقاء وتعب. السعاده نسبيه، السعاده بقى هي المفروض ان هي حرفه صنعه، حاجه انا ببدا ان انا اعملها كمجتمع مدني، زي برضه ما الست النائبه بتتكلم ان احنا نبدا ان احنا نرسمهم في الشوارع، نحسنهم من الشوارع من اشكالها بدل الاشكال اللي بتجيب اكتئاب. يعني معلش شارع هيبقى مظلم هيجيب لي اكتئاب غصب عني، منطقه فيها زباله هتجيب لي اكتئاب غصب عني. تمام. عادات وتقاليد خاطئه زي مثلا عيب ان الراجل يعيط. لا يا جماعه مش عيب على فكره ان اي بني ادم ان هو يعيط، احنا بشر. صحيح. الاهل اللي بيضغطوا على اولادهم، انت لازم تتجوزي، انت لازم تتجوز، انت هتخش كليه هندسه، انا عايز ادخل تجاره، لا انت هتخش هندسه. يا جماعه احنا كلنا للاسف في عادات كتيره قوي، في تشوه مجتمعي احنا مش حاسين بيه. التشوه ده صراع اجيال، انا بعتبره ما بين ثلاث اجيال، جيل بتاع اهالينا ربنا يديهم الصحه وطول العمر في جيل مثلا الدكتور، والجيل بتاع فتره من ال 75 ل 95 جيل شباب، والجيل اللي جاي بعدينا اللي احنا المفروض بنحاول ان احنا نسلموه رايه. صحيح. الموضوع اكبر من ان هي تبقى معلش تبقى مناقشه صغيره في حلقه او تبقى جزء. انا معاك طبعا يا حسام، هو اكبر من كده بكتير طبعا، يعني انت بتقول كلام مهم جدا على فكره. ايه النهارده معلش مع احترامي لحضرتك بدون قطع كلامك، ما تقلفوش النعم، احنا الحمد لله عندنا نعم حلوه، عندنا صحه، عندنا سد، عندنا بيوت اويانا، عندنا بلد، في حاجات ابدا ان انا بقى اتكلم عليها. في يا جماعه النهارده برضو نوع من الاعلام اللي هو عن طريق السوشيال ميديا عايز يعمل مثلا خبر، صحيفه الكترونيه عايزه تعمل خبر، فيجيب خبر انتحار من 13 سنه ويقول لك انتحار مش عارف مين، الخبر يبدا يعمل ترند وينتشر. صحيح. فيبدا الموضوع نبداه كلنا نتكلموا على الانتحار. الموضوع اكبر من كده، الحزن والاحباط اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليهم والفشل، هل هم اكتئاب؟ لا، بس الافراط في اي حاجه هيسبب للاكتئاب. صحيح. يبقى صحيح. دي من المسببات اذا لم يتم احتوائهم. الدكتور قال حاجه حلوه في بدايه كلامه، قال يا جماعه ان الاكتئاب ظاهره عالميه، بس الفرق ما بيننا وما بين بره في طرق التعامل وطرق الاحتواء. صحيح. مظبوط مظبوط يا حسام، انا بشكرك جدا جدا، انت تقريبا لميت كل العوامل اللي ممكن اي انسان يقدر او يتعرض ليها، وده فعلا لازم ننظر للموضوع لنظرة مختلفة تماما، وده على فكرة يعني هدف حلقتنا النهاردة. يعني انت استمر معانا وشوف لاخر الحلقة، احنا هنتكلم بشكل ايجابي اكبر واكتر، بس خليك معنا بس لحد اخر الحلقة. شكرا يا حسام. متشكرة. سيادة النائبة، حسام قال حاجة مهمة قوي، العين اللي بتشوف زبالة، العين اللي بتشوف شوارع ضلمة، يعني الحاجات اللي لازم على الدولة ان هي تكون موفراها فعلا للمواطن علشان
يعني تستدر البهجة والسعادة. فيعني حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ هو لا شك طبعا. بصي حضرتك، المسألة مش مسألة إن بس أشكال وحشة الواحد بيشوفها فيكتئب منها، لكن هو راجع أيضا كمان، ما هو الحاجة الوحشة دي أنا ممكن بإيديا أغيرها، أنا أكون إيجابي فأغير هذا الشكل المحبط ليا إلى شيء أجمل وغيره. الدولة لها قدرات ولها ميزانيات ولها يعني خريطة العمل بتاعتها، لكن أنا ما أقدرش أقول لأ، أنا بما إني في زبالة هنا أنا مكتئب فأنا أروح أنتحر. يعني هو أكيد مش بصورة مباشرة يعني، ولكن هو عامل من العوامل المساعدة. هو إن إحنا بنرغب في دولة أحسن، في شارع بالزبط أحسن بالزبط، في جمال أكتر، ولكن الرغبة لوحدها وإن أنا أرمي كل العبء على الدولة وعلى الطرف الآخر وأنا أبقى مكتوفة الأيدي بتفرج، لأ تعالى معايا وانزل معايا الشارع، في حته تعالى معايا، تعالى معايا وساهم معايا بالفكره، تمام، ساهم معايا بالايد، ساهم معايا بشيء. صدقيني هنا احنا محتاجين ينزلوا وننزلهم. طيب انا هنطلق من كلمه تعالى معايا، يعني سياده النائبه بتقول تعالوا معانا، يعني حطوا ايديكم في ايدينا علشان نبتدي نغير الافضل والاحسن، بحيث نخلي فيه مجتمع يعني فيه البهجه والسعاده، وبالتالي مش هيحصل حالات انتحار لاننا مش هنكون مكتئبين. طيب دكتور احمد، حتة تعالوا بقى، يعني ان هو ليه ازاي الشباب ينزل ويبقى حد ايجابي، وازاي الشباب يخرج من الفراغ ودائرة الفراغ اللي هو اتحط فيها غصب عنه اوقات وباختياره اوقات علشان ينزل يغير بنفسه. يمكن الاشارة الى فكرة ان المجتمع المصري من ضمن السلبيات الصغيرة انه لم يتعود على ما يسمى بالعمل الفريق، وإنه المجتمع بيتحرك كوحدة واحدة، ولذلك بتحسي زي سيادة النائبة ما قالت إنه فوق بيعملوا حاجات عظيمة جدا لكن تحت ما بتوصلش للناس، نتيجة إنه فيه فجوة ما بين فوق وتحت، محتاجة الفجوة من اللي تحت يتحركوا أكتر في اتجاهها. أنا بس عايز أشير لمجموعة حاجات لطيفة في الاكتئاب. أنه زمان كنا نقول الاكتئاب 3F، فاتي يعني سمين، فورتي يعني الأربعين، وفي ميل يعني الأنثى. كانت الصورة التقليدية للاكتئاب إنها أنثى عندها 40 سنة وسمينة. النهارده الاطفال بيكتئبوا بالظبط بالظبط، يعني حالات انتحار بتكون 14 و15 سنه. القصه تغيرت والصوره تغيرت، وبالتالي الحيويه داخل المجتمع اصبحت ضروريه للتغيير. والحيويه زي ما انت طرحت شويه ان تقوم على ان الاسره الوحده الحقيقيه للمجتمع هي دي صانعه البهجه في المجتمع، هي دي صانعه التفاؤل، هي دي صانعة الطموح، هي دي صانعة الأمل. والتركيز الآن على الأسرة ضرورة من ضرورات النهضة الاجتماعية اللي احنا بنعيشها النهاردة. احنا في صحوة، والصحوة دي محتاجة إلى يعني الكل يشارك فيها. يعني أنا برضو يعني من الإشارات المهمة إنه لا يزال علم النفس والاجتماع والتربية يعني علم داخل المدرجات وعلم داخل الفصول الدراسية. صحيح. احنا محتاجين العلوم دي تنزل للناس وتحرك الناس. يعني عندنا في علم النفس ما يسمى بسيكولوجية الجماعات، كيف تحرك الجماعة وديناميات الجماعة. صحيح يا دكتور. وتخلق القيادة وما إلى ذلك. أنا عايزة أسمع من سيادة النائبة، يعني لو هنتكلم فعلا بفكرة فريق العمل زي ما الدكتور بيقول، وإن إحنا ما عندناش مفتقرين هذه الروح، ولكن أنا أرى إن هي ابتدت إلى حد ما تكون أحسن وأفضل من ذي قبل. يعني بما إن حضرتك نائبة في البرلمان، لماذا لا يوجد هناك قانون للتحصين؟ يعني احنا كنا بنتكلم عن التحصين النفسي والتحصين الاجتماعي لاي مواطن على فكره، مش الشباب بس، للطفل من اول الطفل والاسره طبعا لان هي التي تراعي الطفل والشاب وكبار السن، رجال ونساء. يعني احنا انا افتكر يا دكتور عندنا حاجه اسمها الكوميونتي
في مستشفيات النفسية. نعم. الكوميونيتي دي عبارة عن انك انت لازم هتنزل للناس تحت في الشارع زي القوافل الطبية بالظبط. ليه ما فكرناش ان احنا نعمل ده؟ لان حضرتك تعلمي جيدا ان انا كحد مكتئب الكوست بتاعت العلاج النفسي بتكون كبيرة جدا، واحنا نعلم ده كويس قوي. يعني واحد هيكون متضايق وتعبان نفسيا هيروح يشتري كيلو خضار ولا كيلو لحمة بدل ما هيروح يشوف الواد تعبان ليه؟ يعني خلينا على ارض الواقع. طبعا طبعا. فده دور الدولة، لان فعلا احنا بنحزن على الشباب اللي بتموت، بنحزن ان احنا بنلاقي الناس ما عندهاش الدافع اللي عايزة اللي يساعد حضرتك. فليه ما يكونش في حاجة زي كده بالمجان؟ يعني ده دور حقيقي لازم يتعمل من ومين قال ان هو مش موجود؟ طيب حدثيني. طب خلينا نشوف. هو موجود بالفعل، مش هقول ان هو في شكل قوانين، هي المساله مش مساله قوانين، لان حتى القوانين احيانا للاسف بتتحول لحبر على ورق لا ما بتطبقش. هي المساله ان تنفذ وكيفيه تنفيذها وآلية تنفيذها. بالظبط. أنا عايزة أقول لحضرتك، أنا عضو مجلس إدارة مؤخرا، يعني من أيام من أسبوع، مستشفى العباسية. أنا مهتمة جدا، ربنا يخليكي، أنا مهتمة جدا جدا، أنا صحفية مش طبيبة، مهتمة جدا بملف الإدمان. تمام جدا. وبالفعل الحمد لله قايمة بدور جيد جدا مع شبابنا في علاج الإدمان وما بعد العلاج، التشغيل والمشاركة المجتمعية وغيره. ومؤخرا في الحقيقة في الاجتماع في المستشفى العباسية، بحيي كل القائمين عليها، في فريق عمل رائع في الحقيقة، أنا قلت لهم كلمة واحدة، انتوا بتعالجوا الناس هنا، امتى هتنزلوا للمريض؟ ما تنتظروش المريض ان هو يجي لكم. بالظبط. يكون لينا دور مجتمعي في الشارع. تمام. واتفقت ان انا هبتدي عندي، انا في منطقه امبابه هبتدي ب 50 شاب، هم بيجيبوا الشباب الجامعات وبيدوا لهم كورس مكثف ازاي ينشروا الوعي النفسي، ازاي ينشروا الوعي في قضيه المخدرات على سبيل المثال في شباب الجامعه. هو يعني احنا بنسمي المخدرات هو انتحار بالبطيء، يعني هو اخر المشوار موت، يعني احد القنوات اللي بتؤدي في النهايه الى الانتحار لا شك. صحيح. يعني او من احد الاسباب، يعني لاني عاده بيؤدي الى الاكتئاب، ثم الاكتئاب الاكبر بكل مراحله. الدكتور طبعا اكثر مني معلومه في هذا الامر. فاتفقنا بالفعل ان احنا ناخد مجموعه من الشباب، هؤلاء الشباب هنستعين بيهم في عمليات التوعيه. قعدت مع الشباب واتفقنا كالاتي، احنا هناخد 50 شاب من المنطقه الدايره بتاعت الصغيره ديت، وهيتدربوا بشكل كافي. هننزل على القهاوي، هننزل على المقاهي في كل مكان في المنطقة، معنا شاشة، معنا فيلم بيتعرض، معنا طبيب ممكن يتكلم. صحيح. معنا شباب نفسهم اللي ممكن تنفيذ هذا. لا احنا لسه عارضين. الفكرة والفكرة لقت استجابة شديدة عند الشباب. أكيد. متعطشين يا سيادة النائبة، يعني الناس متعطشة لحاجة جدا على فكرة. لما الشباب والله لما بيلاقوا فكرة هتاخد بايد الوطن، صحيح، هتلاقيهم على طول يجروا متحمسين جدا. صحيح. يا جماعه ارجوكم شوفوا اقروا قوه الشاب من داخله. صحيح. ومحبته لبلده من الميادين اللي كانوا بينزلوا فيها. طبعا. واتمنى مستعدين يبنوا. اتمنى ان تجربه حضرتك مش بس تكون مقتصره على الدايره عند حضرتك، يعني يا ريت ينشر، تتوسع وينشر نشوف النتيجه على مستوى الجمهوريه بتاعتها. بالظبط. باذن الله. طيب. انا واثقه انها هيبقى فيه نتاج كويس. طيب ارجع لدكتور احمد، علشان نظرا لضيق الوقت، يعني حاجتين انا عايزه حضرتك تكلمني عنهم فوجاله. احنا يعني احنا كنا لسه بنتكلم قبل الهوا ان، وزي ما برضو حسام كان بيقول، ان احنا نركز على الطاقات الايجابيه وان احنا ننشر البهجه والسعاده. يعني احنا عندنا تخصص هام جدا وبيتم توثيقه فعلا انه يكون مستقل بذاته، وهو علم النفس الايجابي. نعم. ماذا عن هذا العلم وتكنيكاته علشان خاطر نقدر فعلا نلحق اللي جاي ونلحق الناس اللي ممكن تكون مش حاسه بسعاده في المجتمع؟ الحقيقه هذا العلم ثوره رابعه او موجه رابعه من موجات التغير في العلم، في علم النفس. تمام. العلم ده بيقول يا جماعه موضوع علم النفس ما هوش بس فهم سلوك الانسان،
ده موضوع علم النفس، هو كيف نحقق السعادة للإنسان. صحيح. حقق السعادة تتحل كل الأمراض والمشاكل والإحباطات. ولذلك علم النفس الإيجابي جاء بقبول يعني منقطع النظير من كل علماء النفس، لأنه كنا محتاجين ده. وأنا فاكر من فترة لسه قلت ده احنا مش بس عايزين علم النفس الإيجابي، ده احنا عايزين علم نفس البهجة. بالظبط يا دكتور. انا اسفه ان انا بقطع حضرتك، بس يعني هم الكنترول هيخنقني علشان خاطر الوقت. سياده النائبه، يعني عايزه حضرتك برضو في اقل من نص دقيقه تقول لنا يعني رساله للشباب كده، احنا المفروض يعمل ايه علشان خاطر يشغل وقته ويكون معاكم بقى، يعني هو يجي يستاذنك الاول قبل ما اقولها للشباب اقولها للدوله. افتحوا مراكز الشباب للدوله، افتحوا قصور الثقافه للشباب، افتحوا كل قنوات التعبير للشباب يعبروا عن نفسهم. انا اشكر حضرتك جدا. شكرا. وده احسن ختام ممكن نختم بيه حلقتنا النهارده. شكرا دكتور احمد خيري حافظ، وشكرا سياده النائبه نشوى الديب على مشاركتكم معانا النهارده، واشكر كل المشاهدين. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.